السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحط معكم واحد الشجره مشويه في الفران ومعمره بالشعريه الصينيه والدجاج، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى انكم تتابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه، عندي هنايا دجاجه هكا بوزن 2 كيلو او لا، يعني اللي متوفر عندكم هكا في الدار. غادي نحتاج القطع من الدجاج او بسات الديك الرومي، كميه من الشعريه الصينيه، قليل من الفلفل الاخضر مقطع، وعندي واحد البصله بيضاء مقطعه صغيره. بالنسبة للتوابل اللي غادي نحتاج في هاد العمارة، غادي نحتاج شوية الملحة، شوية الإبزار، شوية ديال السكينجبير، القليل من الكركم. ومنين غادي تشحوا لي هاد المكونات غادي نضيف عليهم واحد المعلقة ديال الهريسة، ونخلي الحشوة ديالي تشحر مزيان ميبقاش فيها الماء نهائيا. صافي البنات، انا من بعد الحشوه ديالي كما كتشوفوها هي واجده شحرتها، خديت هنايا واحد القليل من المعدنوس قطعته هكا وضفته للحشوه ديالي حتى طفيت عليها، وخديت هنايا فرماج احمر وغادي نحك كميه منه، تقدروا تستغناو عليه. انا غادي نستمر نحك هذا الفرماج ونرجع نتلاقى معكم. غادي نخلط العناصر ديال الحشوه، وناخذ الدجاجة ديالي باش نبدا كنعمر فيها. نستمر بالطريقة، صافي دابا غادي نحاول نجمع رجلين ديال الدجاجة ونتلاقى معكم. بالنسبة للمطارد ما غاديش نستعمله دابا، وإنما حتى تبلي الدجاجة وغادي ندهن بها، لا غادي ندهن بها وندولو تحمر. خديت هنا واحد ورقة المطبخ وبي كويسون ونديت فيه الدجاجة ديالي، ومن بعد غادي نضيف من الفوق ورق الألمنيوم باش تطيب ليا الدجاجة غير فهاد الصهد، يعني غير في الصهد نتاعها.
مع الطريقه يعني باش كيف ما قلت لكم طيبت جبت الصاد نتاع بابي كويسون الومنيوم كتجي هشيشه غزاله صافي انا غادي ندخل الدجاج ديالي الفران طيب على عافيه مهيله نتقرب طيب غادي ندهنها بالمطاط ونخليها تحمر مزيان صافي هذه هي الدجاجه ديالي بعد ما طابت كتجي محمره كتجي هشيشه نتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم ما تنساوش تعملوا لي بلايك تشتركوا معايا في لاشين وتخليوا لي تعليق مع السلامه